خرج الإمام الحجة وارتمى على صدر أبيه بكى بكاء شديدا ونادى وأبتا أبا من الذي سماك أبا من الذي عجل عليك يقول له بني أنت تأخذ بثاري وثار آبائي أنت تأخذ بثار جدك الحسين الغريب الذي مات عطشانا بأرض كربلاء كأني بالإمام وصنع له وسادة من التراب عفر خده عليها اتجه ناحية كربلاء ونادى السلام عليك يا غريب كربلاء يا عطشان يا عريان أحد الشعراء يصور هذا الحوار الجاري بين الإمام العسكري وجده الحسين عند احتضاره يلا إذا عندك مواساة للحجة سلم ويا الإمام احفظ هذا الجواب سلام الله على الخد التريق سلام الله على الجسم السليم عود وياي سلام الله على الخد التري سلام الله على الجسم السليم يا جدي بكربلاء حالك فظيع أذكرك وعلى جفك هالرضي وخايف عني سبعدك تضيع غريب انت وصرت مثلك غريب سلام الله على الخد التري سلام الله على الجسم أنا بسامرة وانت بالطفوف يا جدي وحاير بين الألوف أنا ما جاني حجر من بالحتوف ولا شيبي بقى بدمي خضيب سلام الله هلا هلا سلام الله على الجسم السليم اسمع يا جدي ايش سوتي بكر بلي انا ما بقيت عاري بالفلا اسمع ولا جاني سهم من حرمله ولا جاني سأم من حرملة ولا من العطش قلبي كاللهيب سلام الله سلام الله على الجسم السليم بعد يا جدي أعظم الأبيات ما تتحمل موالي ساعد الله قلب صاحب الزمان يا جدي بغربتي بس أذكرك بيا حالة شمر بالسيف هابور من حرك وزينب واقفة وبس تنظرك ومنها يعتلي عالي النحيب سلام الله على سلام الله
جسم السليم يا جدي المرقدي تجين الملأ أقيلهم مرحبا وميت هلا وبلغهم سلام الكربلاء وبلغهم سلام الكربلاء على الضام اللي جرحى ما يطيب سلام الله سلام الله. نخاطب الزهراء نقلها ليتج ليتج يا زهراء تحضرينا وإيدك تمر على جبينا نادت بحسرتها الحزينة أنا جيت ولقيت سامينا ونسيت ضلع الكاسرين عندها أغمض الإمام عينيه أسبل يديه أطبق فاه مدد رجليه عرق جبينه سكن أنينه شهق شحقه وفاضت روحه رحم الله من نادى وإمامه وسيده وش حال الزهرة في مثل هذا اليوم مصايب عظيمة جرت عليها هذا الشاعر يصور لسان حال الزهرة أبيات الدعاء تروي المصائب التي جرت عليها منذ شهر محرم وشهر صفر تقول أنا بقبري ودمعي منثور والله منثور أسمع أخبار وقلبي مسعور وياها جاني خبر عن يوم عاشور حسين ظل بترب معفور والله يا حسين برض الغاضرية مصابك يهون كل رزية ليش يا زهرة تربع على صدرك دعية يا ودوس ظهرك لعوجي وعباس جدو مطليعة طايح على ماء الشريعة وياها مرمي وشفنه قطيعة وضاعت عقب عين الوديعة بعد وجاني خبر فتت فادي السجاد مغلول الأياد عاش بحزن والقلب صادي وتاليها سموه الأعادي ايه ويا الزهراء تاليها سموه هذه مصايب شعر محرب ما هي مصائب شعر صفر يا زهرة تقول تالي الحسن مفطورة شبدة يعاني من سمو من أذل جعدة راح الولد منه يرد وزينب في كفالة منه بعد بعد بعدها وفي طوس حالتنا صعبة أقمت العزا ومجلس الندبة راح الرضا ومن صدع قلبي وياها ومات الرضا في دار غربة ايه ومات الرضا في دار عقب مصيبة الرضا يا مصيبة يا زهرة وانا وزينب جينا ماشي
الأرض الحبيب وقرت العين نبكي ونلطم على الخدين نزوره وننصب ماتم حسين نزوره وننصب ماتم بعد مصيبة الأربعين وما المصيبة اللي فجعتني راح الأبو ونهدركني بس فقدتني الزهرة بس فقدتني الزهرة يا رب بس فقدتني رسول الله يا زهرة لو مصيبة أخرى جرت عليك خبرينها وما المصيبة اللي دهتني راح الأبو ونهدركني كسرة وضلوعي ونهدركني كسرة وضلوع نهدركني بعد واختم احزاني بخبر جاني ها ختام المصائب هذا اليوم واختم احزاني بخبر جاني العسكري راح وجدد احزاني آية الدهر صكني وعماني أغلق الماتم وافتح الثاني أغلق الماتم وافتح الثاني الله أنا بجي على أولادي ذبايح يوم بارك الله وأنا نصبت العزلهم وصاب ونسيت ضلع اللي بصير الباب وأضم علي لون عناعي أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمال ما شوف ساعة من الحزن يرتاح إيه وأعظم علي لون عناعي ولا تحسبون للرضا في طوس ما جي ولا إلى بغداد ما رحت أنا كلهم عليهم نوحت والجيب كل العزا والنوح والصيحة على حسن منهم بسامرة ومنهم في خراسة ومنهم برض طيبة ومنهم برض كفة وعظام علي مصيبة اللي انذبح وكل المصايب حولتها مصيب أفاطم لو خلت الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد شافي كل مريض فك قيد كل أسير رد كل غريب إلهي تقبل منا هذا القليل السعيدة المتوفى جافي الأرض من بين جنبها واحشرها مع محمد وآل محمد وعندك نحتسبها يا رب العالمين واخلف على أهلها وذويها بالصبر والسلوان لروحها وأرواح الشهداء السعداء والمؤسسين موتانا وموتاكم ومات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.